شوف ليه اقسم بالله يا اخوان سنايبر اخوان ايش فيك انت؟ دقيقة وش في صوتك كذا تلعب وانت منسدح انت معنا؟ اخوي ايه صوتك كذا نايم؟ خدران انت؟ بات ماجن هاي اين الصبي يا دايخ يا دايخ يا اخوي سيلا خلاص هلا بفنش هلا بفنش الله يعطيك العافية طيب لا تفه لا تفه لا عاخرك الحين القوم ايه تخريبه استغفر الله يلا زياد يا ربي يا ربي زياد ما يدفن عليك يدفن على الخصم والله معليش ما ادري والله سيد فاري حلقك انت يا كلب لا لا يا يا جست يا حبيبي يا قلبي انت اعوذ بالله اهين بنقك يا شيخ قسم بنقك قسم البنق اللي عندك يا ابن الكلب صوت صوت والله من بين والله شوف اربع وين ورا يلعن ماي ما انتبهت حرام يا جست يا جست يا اخوان اسمع اسولف معك ادري انك تسمعني انا لا لا انا لا لا مو انت مو انت يا جست كابتن انت يلي معنا وحيد حلو انك تسولف وتسكت يعني نظام صغار يا يا رام بنيك لهد ام امي شو اسرع حرام وين وين خلوه 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 مو شايف احد مو شايف احد سوي عسد الخلاط قد الساعه يا القهر حرام ليش وراي يا عبود زابن عني لازم نور الكراتين ذيك يعني يا شيخ عينيك ام لا 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 للاسف عندكم انتم زي السلام عليكم يا نت
اسلم اسلم اسلم. ولد انت صح؟ انا داري. انت ولد ولا بنت؟ اي ولد. ليه صوتك كذا طيب؟ ما عليه ما عليه، بس يكفي انك محترم ما انت زي جست يعني. ما عليه تصير تصير. اوه قد صارت لي كبير عادي عادي. لا لا يكفي انك محترم يا نوت سي يو. جست خويك هو يا نت؟ ايه. ليش مو بزر هو؟ تقول صغير هو عمره. عشان كبير انت. اسألك بس هو صغير ولا كبير؟ والله يا العقل ما اذا العمر ما رسوا. جاز انا في نيويورك. لا 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 انا تبلع على اخرينك قديم حتى بس سبه قديم عاد قبل موجود عند زياد تبي ولا سخن صحيح يلا يلا جيت بنت انا قهر طب لا تفلع على اخرين الصراحة يعني ما توقعت زياد عارف شلون انا بعد كان عن يا ويل يا زياد انك حفلة اقسم بيت الله حبيبي على من الحظ يا نوت يا بوي نوت سي يو هلا هلا اسمك عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن ونعم اسمي ونعم ما يقدر والله زاق جميع من الحر اللي برا يا ويلي زاد ما ادري فرق خلاص زاد ما تفرق يا عبد الله لازم تركز بالكلام يعني ما كي انت مدهوره يعني لازم تركز زي كذا خل الله يهديك اصل ما كنت بالزاويه يا عبد الله خله بهون شيخ يا عيال هلا زياد هلا هلا مو زياد لازم تركز على الكلام كله يا اخي مثل هالك ريال يا رجال المصور يوم فجاه يطلع اسمع رجل ما انتبه لي انتبه له لازم لا على كل شيء ريال وش يسوي؟ ها؟ وش وش ريال وش به؟ يا رجال انا مصور يطلع اصبعي رجلي يا ولد ما انتبه له. هو ينتبه له مصور رجله. يا زياد يا زياد ايش قاعد تقول؟ خلاص السلام عليكم. زياد زياد اسمع اسمع. يا يا زياد اسمع على دقيقة شوي سولف ريان وش به؟ هذه قاعد تصور عبد الله فهم 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 لا والله والله ماني قاعد اصور والله انا اقول لك اذا كان لابس يا ولد لازم اخوك يركز كل شيء يا اخي لما اصور يطلع اصبع رجل وانا ما ادري يركز عليه
انت تصور يطلع اصبع رجلك بالغلط ويركز عليك ريال. ايه ما انتبه له. وانت اللي بغيت تصور تصور اصبع رجلك غبي. لا يا زعج يطلع اصبع رجلك لما صور شيء ما انتبه له يطلع. بدر بدر مايكك يطقطق. هلك يا ولد اسمع. في واحد شبعنا اسمه جست ها يبي يعلم زياد يقول له يا اكس روح يمينك يمينك ومات زياد. جست قال زياد قال لا تقبل على خريطك يا علمي. يا ولد فجع نفسك زياد قاعد يروح حواليك زي البدر. طب انت في الورق لك يا اخي. الله يا عبد الله يا اخي لا تتركز يعني لا تتركز زياد ركز ركز عليه على طول. بتسويتني يا زياد اقصد لاني دمعت. اوف يا شيخ انا كلي تتعب دمعت حلقي وجعني. يا ربي يا زياد فاتك بدر قاعدين نلعب كود متحمسين انا عبود قاعدين نجلد. فجأة زياد متفنش قلنا له ليش؟ قال قاعد اسوي سندويش بيض. قلت ليش قال بطري اهم طرشت يا ربك يا طرشت يا اخي. اهلا اهلا جيكم خلاني اشيخ زياد بروح الحمام وجهي. اهلا جيكم انا بطرش بقى بروح الحمام وجهي حتى انا بروح الحمام. يا جماعة كان يقصد بيت الحمام. باك اسمعوا يا عيال. هلا هلا ابو طفي انا زين. ليه روح نام يا رجال. يا مجاك تعال كمل كمل. هلا هلا بروح ابو طفي انا زين. لا لا روح نام اول. يا نصب تروح تبع ام بيس. تعال تعال والله ماني رايح تبع ام بيس. زياد حسبي الله عليك تعرف انت ايش خليتني اطرش يا زياد. والله لا شو ليت لا لا تعال تعال تصير مجنون والله بروح هذا الشيء. عبود عبود تعال عبود والله انك تنصب. اذا ما نمت هذا جيتكم يا ابن الحلال اعرف بتقعد تبون بتشمف علينا. لا والله والله ما ينتبهون ان شاء الله. عبود تعال تعال دمنا بشوي شوي بس يلا قوم واحد ريال كرس نستنى بس ابو الان اخرينك اخبز اخي لا ادري لا ادري اسمع اسمع فرق
اخر ربع ساعة.